أهلا وسهلا مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ورجعنا وياكم حلقة جديدة من برنامج ويا أحبابنا. اليوم طبعا حلقة خاصة في منطقة العظمية. احنا طبعا كل حلقة نفتر بالمناطق، اليوم في العاصمة الحبيبة بغداد وأيضا في منطقة العظمية. تعالوا أنا خلينا نشوف هاي الحلقة وشنو في دواخلها، خلينا نشوف منطقتنا وأهلنا الناسنا اللي موجودين ويا برنامجنا اللي هو ويا أحبابنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. اليوم حلقه خاصه في العظميه، اهلا وسهلا بكم. تعالوا ويانا خلينا نشوف. تعالوا ابو محمد، شلون صحه؟ محمد استوينا. تعال يا باشا، هلا استاذ. النار هنا أنا شويه قويه. ما شاء الله، انت متزوج صار لك اسبوع. يعني انت ابونا وانت يا بنت دقيقه، شنو السالفه؟ السياره شنو السالفه؟ وين هذا خلفه؟ السلام عليك يا يا بل، عليكم السلام. ملابس شو قلوش؟ الله تعال انا الشمس قويه زين. هاي القهوه كانت يا بل. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. اليوم حلقة خاصة في منطقة العظمية، اليوم أيضا طبعا مع ناسنا وأحبابنا وأيضا برنامجنا ويا أحبابنا. نلتقي اليوم بالأكل العزيز عامر أبو أحمد. عامر مشويات عامر أبو أحمد. أبو أحمد أنت هنا قرب أبو حنيفة وبهذا الشارع اللي مؤدي للكاظمية للكاظم عليه السلام. شنو الأجواء مالكم هنا ما شاء الله؟ يعني المطعم على الشارع. احنا شغلنا يعني من المغرب للفجر. يعني هاي مستمرين احنا من زمان، يعني من زمان. من زمان هاي قبل شو اقول لك يعني قبل 30 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. عندكم زبائن خاصين لعامة الناس تجي؟ لا لا، هي تجي عامة الناس تجي. اكو ناس معامير يجونا يعني من مناطق، يعني مثل بلاد جديده، مدينه الصدر، الدوره، كل المناطق يجون هنا. زين اللي يطلعون من على الكاظم عليه السلام هنا. اي همينا الزوار، ما زوار راح يجونكم على الراس يجون. اي يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى مرات بنصير مناسبات. كم عندكم مناسبه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يعني كل الناس، كل مولد النبي، كل العالم، كل العالم الاسلامي العربي، الناس تجي هنا. هنا تجي هنا ما شاء الله. ايضا عندكم زياره الكاظم عليه السلام، اجواء الزوار اللي يجون. الحمد لله وطريق من هنا. انتم هاي العلاقه الحلوه اللي بين الكاظميه والعظميه ما شاء الله. نفس اللهجه، نفس اللهجه ونفس الاهل. اهل ماكو تفرقه. ايوه ايوه. فلان وفلان ابد ان شاء الله. ابد ماكو. الحمد لله. الله يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ العظميه والكاظميه ومدينه الصدر والدوره وكل المناطق ان شاء الله يا رب. سلمك. عامر هنا الناس ما شاء الله، يعني عاده نشوف العوائل بكثره يجون يمكم. اي طبعا، لانه موقع استراتيجي قدام الامام والزياره من مال موسى الكاظم عليه السلام. يعني شوفه موقع يعني حلو. اي الحمد لله. فالعالم تجي له يعني كل مكان. وعندكم دليفري الناس توصيل ما توصيل؟ لو بس الا قريب يعني هم القريبين يجون يعني. لذلك انتم لا، انتم ما شاء الله يعني محلكم من دق الخشب دائما مزدحم، حركه حلوه. الحمد لله. اي الحمد لله. يعني انا كنت هنا، كنا هنا بالمسرح، احنا المسرح العظميه. صح. كان راسم الجميلي الله يرحمه، الف رحمه على روحه، محمد حسين عبد الرحيم. صحيح. سامي قفطان الله يعطيهم طولة العمر. بعدين انا استلمت المسرح هنا بالنهايه الثمانينات. صحيح. اشتغلنا به المسرح هنا الفنانين ما شاء الله، وكان جمهورنا يجي من كل مناطق بغداد وايضا المحافظات. صحيح. من الرمادي، من الحله، من كربله، من العماره، بصره. اي كان السينما العظميه قبل كلها وحد صارت هي المسرح مالتكم. والحمد لله. المشويات شنو عندكم المشويات اليوم؟ تكه وكباب ومحلاق وقلب وشلاوي وحلاوله وبيض غنم. ما شاء الله. تكه دجاج، كباب دجاج، عرايس. شنو المشهور عندكم هنا بالعظميه استاذ عامر؟ يعني هنا اللي عندكم يعني عندكم العريشه. اي مطعم العريشه. مطعم العريشه اللي هذا حلويات نعوش. اي حلويات نعوش قدام. ساحه عنتر. ساحه عنتر. اي صحيح. اي قدام. يعني اي قدامه يعني كلها قدامه. عندكم اكو بعد هي العظميه اصلا تاريخيه قديمه. من اللواعبين اللي موجودين طارق همام عندكم. اي عندنا هنا شو اسمه همام طارق. همام طارق. اي همام طارق. بعد منو الشخصيات اللي هنا؟ وش اسمه عندنا وليد خالد همين عجويه. عجويه ما شاء الله.
لا لا عمي انا زين المشاهير ما مشاهير هم يجونكم هنا بالمطعم؟ اي طبعا طبعا يجون مشاهير انا ادري انه كان فنانين يجون بالليل هنا يكون شعراء صحفيين صحيح الواعي طوبل صحفيين اي موجودين اي كلها موجوده اذا هذا المطعم ما شاء الله من المطاعم اللي موجوده يعني بقبال ابو حنيفه اي بقبال ابو حنيفه واحنا ثلاث مطاعم يعني هي قديمة معروفة يعني. معروفة اي معروفين يعني احنا قناة الايام الفضائية حبينا نلتقي بيك وبرنامج ويا احبابنا تحب تسلم على الاهل اهلا وسهلا على ناسك على اليوم احنا الحمد لله والشكر كلها تشوفنا الحمد لله اذا جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الايام الفضائية مثل ما شاهدتونا وشفتونا اليوم احنا في منطقة الاعظمية بنص اهلنا واحبابنا وبرنامج احبابنا وبرنامج ويا احبابنا اليوم ما شاء الله التقينا بالاخ عامر ابو احمد نقول له تحياتنا لك وللعائلة الكريمة من قناة الايام الفضائية الله يحفظك ويحفظ العظميه والكاظميه ومجلس ويحفظ كل عراقنا ان شاء الله قناه الايام ان شاء الله الدوام ان شاء الله علينا ممنون ممنون سلمنا ورد عيني انا اللي متواصلين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه تعالوا انا السيد المخرج وايضا وجهنا خلينا نروح هناك نشوف الناس اللي موجودين ما زلنا مستمرين وياكم في منطقه العظميه وبنص اهلنا واحبابنا وايضا في برنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه اهلنا ومجوهرات الرياض السلام عليكم مرحبا استاذ ابو أنا أبو محمد استاذ رياض استاذ نفسك استاذ رياض طبعا احنا قناه الايام الفضائيه مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ما زلنا مستمرين طبعا في منطقه العظميه وجينا على اخونا سايكل ذهب رياض ابو محمد رياض الاجواء شلون والله الاجواء حلوه بالعظميه اجواء حلوه وناسها طيبه واصلا انا اصلي من الكاظميه مو من العظميه انا تحياتنا طبعا للكاظميه وتاج على راس الكاظميه والعظميه ومدينه الصدر وكل المناطق تاج على راس وكل شعبنا واحد سلم راسك وانا جيت تحولت هنا أنا يعني الاجواء شفتها حلوه يعني كنت جاي ما اكبر لانه انا ولا انا الكاظميه والعظميه ان شاء الله احنا اخوه واهل ان شاء الله ما فرق راسنا ولا شيء ما عندنا هذه التفرقه احنا اللهم صل على محمد الله يحفظهم واحنا قلب واحد قلب على قلب ان شاء الله الله يحفظ عراقنا من الشمال للجنوب للشرق للغرب ايضا للوسط للعاصمه الحبيبه كردستان العراق تحياتنا لهم وكل العراقيين تاج على راس ابو محمد هنا الاجواء ما شاء الله عاده تصير الحركه بالعظميه ما شاء الله العظميه يعني تدري اجواء حلوه وناسها وايضا الزوار اللي يجون للكرم عليه السلام يطير طريقهم على ابو حنيفه وايضا الناس اللي يجون للمولد الرسول الاعظم عليه افضل الصلاه والسلام الاجواء شلونها عندكم؟ والله الاجواء هنا بالعظميه اجواءها حلوه وناسها طيبه وتصير الحركه اكثر شيء من السر يعني نفس الحركه مال الكرم عليه السلام نفس الحركه نفس الحركه انا الجماعه قال نفس الاجواء نفس الاجواء الكاظمي اذا صارت حركه العظميه صارت حركه المنصور صارت حركه كلها نفس يعني ماكو اي اختلاف بس انا اشوف السوق شويه فاتر والله هاي الفتره صارت شويه على متعرف الاوضاع شويه وهاي السوق شوية فتر هاي الفترة يعني مؤقتا يعني بس انتم خميس الجمعة شوي اكو حركة؟ احنا الحركة يعني مو يومية مثلا ماكو يوم معين يعني حسب المناسبات اكثر شيء يصير الحركة بالمناسبات مثلا الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم من يصير مناسبة يصير حركة مع شغل وفاة الامام الكاظم الناس عليه السلام يعني الناس تتجول هنا بس انتم عندكم الاربعاء والسبت ما شاء الله الاجواء الاربعاء والسبت هي حركة هم تصير حلوة لكودا لزيارة الامام موسى الكاظم سلام الله عليه ويجون يجون يجون انا اشوف الاجواء العصر الحركه مال الاعظميه ايضا العوائل الناس من كل مناطق بغداد من الناس كل مناطق بغداد تجي وتجي الناس من تجي من كل مناطق بغداد تجي يجون العظميه وهي العظميه حلوه نفسها يعني الناس طيبه ويستقبلون الرايح والجاي نفس الكاظميه نفس الاجواء الكاظميه ونفس زين المبيعات عاده اليوم الازواج مال هذا اللي يتزوج يعني واحد شويه محرم وصفر يعني شلون يصير الكاظميه شويه محرم شويه تقيد الناس حتى العظميه هم نفس الشيء يعني أجواء نفس الطبخ أجواء زين طبخ ما طبخ الناس الطبخ هم العظميه يطبخون هوايه مواكب ينصبون هنا ما شاء بس الله بس هنا بشهر ب 600 كان مواكب نازله ويطبخون ناس يعني حتى بنفس ما شاء الله ما شاء الله يجون يستبركون بها يعني الطبخ ما طبخ ما عندهم تفرقه يعني كل تفرقه ما لا ان شاء الله العظميه هم ناسهم يعني قلب على القلب الكاظميه والعظميه ما شاء الله ما شاء الله طيبه يعني الحمد لله وشكر ما عندنا هاي التفرقه هذا زين ولا محرم نتخلص اجواء محرم هسه احنا لينا اجواء محرم والامام الحسين عليه السلام واستشهاد الامام الحسين والايام الجايه الاربعينيه مال الامام الحسين سلام الله عليه وتدري ولا محرم عاده يصير الشغل مالكم حركه تصير ولا محرم ولا محرم بس السفر انا اقول لك هسه محرم بيها بس السفر اكثر الناس يعني
يعني تقلل حركه البيئه كلش قليله تصير. يعني صفر ما حرم؟ صفر، اكثر شيء صفر. صفر وبعد ورا اكثر شيء صفر، وراها تصير حركه طبيعيه. ولا محرم استاذ رياض المشتريات تكون للذهب الزواج؟ عادي عادي يعني اكثر اجواء الاشهر بها شهر شغلكم؟ هو ما اي ماكو يعني قصدي بالاعياد يعني عيد العيد الصغير عيد الكبير عيد راس السنه عيد راس السنه عيد الكبير عيد الفطر المبارك عيد الاضحى ما شاء الله. وعاده الوضع المادي يعني نقدر نتزوج يعني قصدي يعني يقدر كل انسان على قد قابليته يعني اكو مثلا اكو ناس ما عندها يعني قصدي انا ب 3 ملايين اقدر اخذ فتح حاجه ابني ابدا زوجه مليونين 5 ملايين اقدر اخذ ب 20 مليون تقدر تاخذ ب 20 وحتى تقدر تاخذ بمليونين بمليون ونص يعني اقدر اقنع البنيه يعني انا مثلا بدي ازوج ابني واجي اقول له بابا تعال هناك يجوز اهل البنيه يستحون من عندي خاف يطلبون هذا شنو هي حسب القناعه يعني الاتفاقيه اللي بيناتهم بس هي اكثر شيء يعني ماكو شيء تعصب بالشراء بين العروسه والعريس لو هاي واكيد من يجون هم الصايغ يجون متفقين هم صارت في ظروف معينه يمك والله صير هوايه مرات يجون ياخذون نيشان وصار خلاف بيناتهم يعني وصلوا يعني وصلوا الباب للطلاق لا والله والحمد لله وشكر قدرنا نقدر نقنعهم وهاي رجعت الامور طبيعيه ضحك وسوالف يعني اذن مشاهدي قناه الايام الفضائيه مشاهدي قناه الايام الفضائيه استاذ رياض يقول مرات تجينا حالات يعني شلون هسه سولف استاذ ابو محمد يقول مرات توصل للخلاف يعني هم جاي يتزوجون قبل الزواج يصير هاي الطقوس الحلوه انه شلون يتزوج شلون يروح يخطب من يخطب لازم يروح يشتري مهر يشتري ذهب من يوصل للذهب هنا هي تقول له انا اريد هاي فلان شيء هو يقول له لا انا ما عندي امكانيه او تقول له انا فلان شيء ويصير اختلاف من وجهات النظر وتوصل للزعل لكن يقول احنا الحمد لله نقدر نتلافاها احنا طبعا قناه الايام الفضائيه اخذنا من وقتك لا اللهم ربي يحفظك ويحفظ العائله الكريمه الله يسلمك وان شاء الله هنا تم احنا اكو ملاحظه ايضا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الايام الفضائيه ايضا الاستاذ ابو محمد يعني هنا مو محل واحد هنا عده محلات مال ذهب الله يحفظهم الله يرزقهم يعني عاده واحد انسان اقول لك هذا فتح صفي ذاك فتح صفي ماكو كل شيء يعني الرزق هو كل الرزق على الله يعني الرزق يعني قصدي لا يفتحون فتح 20 واحد كلهم تاثير كل تاثير ما ياثر يعني لا بياثر هذا كل واحد ياكل رزقه يعني قصدي تاثير الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون كل واحد ياكل رزقه زين هاي كلش زين كلش هسه انا من اجي اروح المنطقه وانا وحدي الناس يجوني بس اذا يجوا يفد 20 30 واحد اي اذا طبعا اذا الناس من يشوف صياغه هواي الناس تتقل مثلا اذا شخص مثلا منطقه واحد اثنين ثلاثه يقول لك نعبر مثلا للكاظم لو نعبر للعظم يعني زياده في المحلات كم جمله تجي حلوه لانه كلهم محلات وثقه بعض النسوان يقول لك انا لا الا افتر محل محلين ثلاثه هسه ابسط شيء راح اسالف لك قلاده وزنها مثقال الا شويه اجت وحده تشتريها فرت المنصور وفرت الكاظميه وفرت العظميه اخر شيء افترت وكانت تجي عجبتها قلاده هي ما كانت تشتريها قلت لها ذاتي المنصور ما اشتريتي والكاظميه ما اشتريتي شلون راح ابيع لك انا العاد زين شنو الفرق استاذ ابو محمد لانه على مود تقلل في السعر لا يعني اكو يعني هي اخذت 150 وجت هنا حصلت 150 على السعر لا مثلا المدير يعجبها المدير على مود الذوق مالتها المدير احنا نريد ربي يحفظك ويرزقك ويحفظ ايضا سياق الذهب وكل العراقيين وفرصه سعيده وايضا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ما زلنا مستمرين وياكم نشكر الاخ العزيز واخونا ابو محمد فرصه سعيده وش تحب تقول لقناه الايام هاي نشكر قناه الايام على زيارتها لنا ونتشرف بهم في اي وقت يفهم الله يسلمك ممنون نشكر الكادر الفني والفنانين اخواتنا واصدقائنا الله يسلمك نتشرف تحب الفنانين واصدقائي كلهم ربع اخوتي وين يعني مشهور منك بديين بالهذا لا والله كلهم حقانيين وكلها سمعتهم حلوه يعني اذا فنانين اعزاء تحياتنا لكم من قناه الايام الفضائيه من الاخ العزيز صياغه رياض التميمي رياض التميمي يقول كثير من الفنانين يجون هنا وحقانيين وزينين ياخذون انا عبالي ياخذون بسكوت يعني لا 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 يا يعني حقانيين ينطون كله بالنقد كل شيء يوقع عليهم كل زين يعني سمعه حلوه كلهم طيبين واخذنا الحمد لله تحياتنا لهم الله يحفظ فنانينا الله يسلمك يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا ويحفظ كل مناطقنا بالعراق وايضا في العاصمه الحبيبه بغداد الكاظميه العظميه مجد الصدر كل المناطق تاج على الراس شكرا لك فرصه سعيده الله يسلمك مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا جمال لا ابو محمد تعبان تكلمنا يلا رجعنا وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه ويا احبابنا في منطقه العظميه ايضا ويانا اخونا ابو من ابو محمد ابو محمد شلون صحه اهلا بك محمد استوينا تعال يا باشا هلا استاذ نار هنا شويه قويه
ابو محمد الله يساعدك. الله يبيك. اتمنى من العظميه الف تحيه للعظميه وللعظميه وعلى راسنا من الشارقه طبعا العظميه والكاظميه ومدينه الصدر وكل مناطق عراقنا الحبيب مناطق بغداد. اليوم احنا طبعا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. ابو محمد من زمانكم قديمين هنا؟ قديمين من 90 هنا. ما شاء الله ما شاء الله. مطعمك من المطاعم اللي ابو عرب مشهور. ابو عرب ابو عرب هنا مشهور هنا ما شاء الله. الاكلات اللي عندكم هنا الاكلات الشعبيه كل شيء وعوائل ما شاء الله من كل من الله كل انحاء العالم يجون عندنا. ما شاء الله يعني انحاء العالم بغداد من كل بغداد بغداد من كل العالم حتى الدول يجون عندنا. عدد الدول يعني هنا مرات يصير هنا زيارة يعني زيارة كلهم يجون ولادة الرسول العظم عليه الصلاة والسلام هنا يصير وفاة الكاظم وفاة الكاظم عليه السلام هنا وتصير زوار ما شاء الله هنا كلهم يجون. هذا التعاون الحلو بيناتكم انتم وانتم كعائلة واحدة كلهم يجون يمنا. الله اكبر. اسم العراق ان شاء الله في دولة العراق الله يسلمك. اليوم ابو محمد احنا قناه الايام الفضائيه من اجينا وشفنا هالاجواء الشعبيه يا اخي واحد شويه قلبه يعني يصير هيك شيء. اي طبعا. اي والله العظيم يعني صحيح. يفرح يشوف العوائل والزيارات اللي متوافره والعوائل اللي قاعده تجي هنا وانتم ما شاء الله ترتاح من تجي يمنا ترتاح العالم يعني كلكم من الكاظميه من كل المناطق كل المناطق يجون يمنا العامريه البياع الدوره يجون هنا يمكم كلهم يجون يتعشون يمنا يم ابو عرب يم ابو عرب. شنو الاجواء اللي عاده تصير بالليل للمغرب لهذا اللي هو انتم من المغرب للصبح للصبح. اي ما شاء الله ما شاء الله. اجواءكم دائما اللي يشوفونها حلوه يعني تصير عندكم دائما الجمهور يعني يتردد عليكم العالم يجون علينا يجون علينا بالمناسبات لو بالمناسبات وايام العاديه يجون علينا عادي يجون علينا بس اكثر شيء بالمناسبات بالمناسبات يصير ازدحام يصير ازدحام خميس وجمعه ما شاء الله خميس وجمعه يصير ازدحام عندنا. ما شاء الله. وبالنسبه للباقي الايام العاديه ايام عاديه عادي شغل عادي لكن في الزيارات ما شاء الله زين هاي من تصير الزيارات مال موسى الكاظم موسى الكاظم عليه السلام والافواج الناس اللي يجون يمنا كلهم يجون كلهم اصدقائنا وجماعتنا ومعاملنا كلكم اهل وهلنا كلهم اهلنا كلهم اهلنا الله يحفظ علاقنا ان شاء الله وشعبنا ويحفظ هاي العلاقات الحلوه ان شاء الله. واحنا يعني حقيقه واحد يفرح من يشوف هاي الاجواء الحلوه صحيح والله صحيح. الناس اللي تجي هنا يم ابو حنيفه والناس اللي يروحون يم الكاظم عليه السلام والناس اللي تجي هنا توانسون يتنفهون. اي وانتم عندكم الزياره القويه اللي تصير فيها دائما مال وفاه الكاظم عليه السلام وعندكم ايضا اجواء مولد النبي مولد النبي ما شاء الله يصير هنا عندكم الاجواء يصير احتفالات واحتفالات ما شاء الله ما شاء الله. زين ابو محمد هسه انتم هنا اللي موجودين هنا الاكل هذا الطيب العراقي نعم. المشهورين العراقيين كل غنم عراقي كل غنم عراقي كل عراقي كل عراقي كل عراقي بس عسج توصل وتاكل. والاسعار شلون مناسبه؟ الاسعار ب 12 النفر ب 12 النفر تك كباب والماء عندهم مساعده ونطي والماء عندهم مشي اللي يجي عليه الله شوف الكرم العراقي مشاهدين قناه الايام الفضائيه يعني مرات انه الناس من تجي هنا يقول حتى اللي ما عنده ما شاء الله لازم ننطي الماء عندنا ننطي نساعده نساعدونه يعني اللي ما عنده الامكانيه انت ساعد الفقراء الحمد لله الله فضل علينا الحمد لله ان شاء الله الحمد لله. زين انت صار لك كم سنه هنا؟ من التسعين من التسعين من التسعين من التسعين أبا عن جد لو أبا عن جدي لو جدا عن لا أبا عن جدي أبا عن جدي يقول لو جدا عن أبا وين هذا خلفه؟ سلام عليك يا أبا تعال سلام عليكم جمهورنا الكريم مثل ما تشاهدون طبعا اليوم بالعظميه واهلنا وناسنا طيبين بالعظميه وايضا ويا احبابنا قناه الايام الفضائيه قول لي انت اللي تسوي الكباب ولا تشويه؟ لا انا اشويه انت تشويه؟ يعني بس بالشوي بالشوي بس شوي وهاي انت شغلك بشوي؟ اي بشوي ومن اللي يسوي اللي اسمه؟ انت 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 شايف انت هذا ما شاء الله ولا هذا سيد المخرج نروح هناك سيد المخرج ارسل تعال خلنا تعال شوف المنظر هنا عين تعال يا يابي يا يابي يا يابي يا قلبي يا ابي هنا طبعا هنا تشيش السلام عليكم ورحمه الله الاسم بالخير علي علي تشيش لا لا على المدارة على المدارة على المدارة تعال جلاطه انت شو اسمك محمد حمودي وانت اسمي طاهر اسمك طاهر وانت وانت شرد لك تعال وين فلت تعال ابو محمد ما شاء الله اذن جمهورنا الكريم الله يسلمك ما شاء الله هنا طبعا هذا الحلولو اي وهذا الكباب هذا الكباب وهذا شنو هذا القلب هذا القلب ذاك لو لو ما شاء الله بيض غنم اذا المنظر يعني حقيقه اي شكو من بالسطح يا با تانكين زراب تانكين زراب اذا طبعا جمهورنا الكريم ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج ويا احبابنا
هلا بكم قناة الأيام الفضائية اليوم قطار. نورت. هلا بكم عشاكم علينا اليوم وهلا بكم إن شاء الله. ممنونين ممنونين. وردي وردي. احنا لا نريد العشاء ولا نريد هذا الملقى مالتك الحلو ونقول لك احنا رايحين وألف تحية من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا الأخونا أبو محمد وإن شاء الله تحية خاصة طبعا للأعظمية والأهل الأعظمية وعلى رأسنا نتشرف وتحياتنا للأهل. الله يسلمك. قل لأهلك عندك واحد بالخارج سلم علي الناس موجودين من ربعك. بس أبو عرب مسافر. أبو عرب. سلامي. تحياتنا أبو عرب خالي يمتى ترجع بيت سلامة. إن شاء الله. وين راح وين؟ تركيا بتركيا. وين فلتة تركيا أبو عرب؟ وين رحت أبو عرب؟ تركيا تركيا يمن يم ابراهيم طاطلس اي والله هذا وين راح يسوي عديت والله سلمنا عليه ورجع بالسلامه والف تحيه لكل العراقيين اللي بالخارج تركيا بالولايات المتحده بالبريطانيا بالخارج لكل العراقيين تحياتنا لهم ويرجعون بالسلامه ان شاء الله تحياتنا لابو عرب تحياتنا لكم نورتونا ان شاء الله على الايام الفضائيه ويا احبابنا مستمر وياكم بعد الفاصل راح نواصل يا الله باي 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 ما زلنا مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا في العظمية ورأس الحواش وناسنا وأهلنا الطيبين طبعاً في العاصمة الحبيبة بغداد إحنا يومياً بكان بالعظمية وبالكرمية ومدينة الصدر تحياتنا كل المناطق طبعاً واليوم أيضاً برأس الحواش نلتقي بأخونا حبيبنا حبيبي أهلاً وسهلاً أبو من؟ أبو مروان أبو مروان شلون الصحة؟ الحمد لله أنت أنا من زمان أبو مروان؟ الحمد لله صاحب شنبل مو؟ إي صاحب بصير البصير صار قد صار عندك؟ صار 25 سنة بالبسيط ايه ادري ابو ملوي يعني تعجب ما خذيت لك محل هاي وين امكانيه وين تعبانه 25 سنه ما صارت امكانيه زين لو تشفت المكان زين والامور ماشيه الحمد لله ماشيه الحمد لله والشكر طبعا مشاهدينا الاعزاء طبعا اخونا ابو مروى يقول هذا الشمبر صار له 25 سنه احنا شو نتمنى السنه الجاي اذا لقينا ابو مروى والله يحفظ شعبنا وعراقنا والله يحفظنا وقناه الايام ان شاء الله نرجع عليه ان شاء الله نلقى المحل مالته ملك رحم الله وجهه يعني انت ستعلق هاي الشنبر الصغيرون انت مطلع العلاقه على قد العيشه الحمد لله اللهم ربي يرزقك ويحفظك ويحفظ عائلتك ويخليك خيمه عليهم احنا قناه الايام الفضائيه نفتر يوميا بمنطقه يا ناسنا بيك. وشعبنا وهاي الناس الطيبه يوم بالعظميه يوم بالكاظميه يوم بديت الفجر يوم بالعامريه يوم بالجاذريه ونفتر الله يسلمك الحركه ابو مروى عاده من يصير شغل يا يمتى والله يا عامه ضعيفه بالسوق السوق كله عامة ضعيف. ضعيف. اي. مو ضعيف. على مود الاوضاع. الاوضاع اي. والورق صاعد يمين، بضاعة صاعدة. لا لا اي. بس انت ما راح ياثر عليك انت كم برك يعني اولا الخيرون. اي. احنا نريد اولا ربي يحفظك ورزقك وان شاء الله تفور بيدك تلزم الكرام يصير الله يحفظك ان شاء الله. كم نفرتكم بالبيت؟ احنا ست نفرات. انت والمرأة الله يحفظها؟ واربع بنات. اربع بنات. نعم. ما عندك وليد؟ لا لا. كلهم بنات. الله يحفظهم ان شاء الله. اليوم مروى عمو احنا اليوم التقينا وي بابا ابو مروى وهذا بابا يقول صار لي 25 سنه اشد واتعب وعلى الشمبر نتمنى ايضا يكون الحكومه هسه يشيلوا لك فد من هاي المحلات يسمونها ايه كشك يراده زين الكشك مكلف ابو مروى؟ لا ما يكلف ما يكلف ما يكلف اذا هديه من الدوله ما يكلف مو لو ما يكلف طبعا بالنسبه لهم ما ياثر عليهم ما ياثر عليهم اتمنى سيد عميل العاصمه ابو مروى يقول صار لي 25 سنه احنا هنا من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا برنامج طبعا ويا احبابنا التقينا ويا ابو مروى اليوم باكر عقبه اذا شافوا هذا اللقاء السيد الامين العاصمه الله يحفظه والساده المسؤولين القائمين ابو مروى صار له 25 سنه فالشنبر يعني هم ضحفوا روحي شويه يسووا له فد كشك وما مكلف وتاخذون من عنده ايجار البسيط اذا دبلوا لك كشك ان شاء الله ويعني تقدر تطلع الايجار الله كريم وسددها ان شاء الله احنا نقلنا معاناتك للساده المسؤولين ايضا هذا الله لا يعوز كل واحد الله لا يعوز كل واحد وانت هنا بشرف قاعد تشتغل وعزت نفس وبارك الله بك لكن نتمنى المسؤول شكو يقول يا ابو ياسين تعال انت طلعت لنا واحد عنده شنبر نعم اذا يريد كشك
نعطيك شكر. نعم. وانت تقدر تدفع القصد القصد لك عندك امكانيه. الله يكرمك. ان شاء الله. الله يسلمك. خذينا من وقتك احنا. الله يسلمك. وبناتك شنو طالبات الله يحفظهم؟ لا عندي 3 متزوجات وعلى طالبه. ما شاء الله انت متزوج صار لك اسبوع قصدي. لا صار يعني متزوجات ما شاء الله بلدك. ايه ثلاث متزوجات. متزوج؟ او نسيت الزواج معوده تسمعكم مروه نفتزع يا ابو مروه انه وجهنا ذكرى زواج ما يعرفه يعني ايش قال؟ صار 26 سنه 26 سنه السلام عليكم يابا هذا يقول صار لي 25 سنه 26 سنه وما يعرف ذكرى زواجه ومروه كذا اشوفه ايش راح اقول له؟ حقه حار من شنبر فريد من سيد الامير عاصمه يشوف له فد كشك وان شاء الله وان شاء الله وتحياتنا لك وللعائله الكريمه واحنا من قناه الايام الايام الفضائيه انا الله يسلمك وين جنانه؟ لا انا مستطرق انا مستطرق فين بوسه ابو مروه وراح ننقل الرساله مالتك للساده المسؤولين وان شاء الله يمكن نجي ونفرحك السيد الامين يجوز يخابرنا يقول يابا امين العاصمه يقول شوفوا لي ابو المروه ويعطيك ان شاء الله هاي بوسه من قناه الايام الفضائيه استاذ اسم الخير ابو سلمى ابو سلمى الشرف الله يسلم طبعا عندي اخوي دوره 72 ضابط عسكري الله يحفظه يحفظ كل ضباط العراق ان شاء الله وجيشنا زمن النظام السابق هو فر 65 بلي وتتذكر يمكن طلع العفو قبل السقوط نعم وبيشمل المعامله على اساس يستلم تقاعد وصار السقوط خوش هسه راتب مدينته مفصول خطيه مفصول هو يعني هو ضابط عسكري احنا طبعا مريض مريض بسكر رساله رسالة السيد وزير الدفاع عنده ذبحه صدريه وقاعد لا راتب ولا هاي ابو سمر ابو السيد طبعا وزير الدفاع المحترم استاذ جمعه العاد سيادة وزير الدفاع أحد الإخوان اللي موجودين تاج راسي شلونك شو الصحة شو كيفك شو تفضل استريحوا يسلمك يسلمك أخو أخو معالي وزير الدفاع المحترم السيد جمعة إحنا أحد المواطنين بالعظمية براس الحواش معاناته ننقلها إليك من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا أخونا أبو سرمت عنده أخوه أيضا مبسوط طبعا كان هارب بزمن النظام السابق 5 سنوات ويقول نريد نروج المعاملة على مود يطول راتب ما قاعد يطول راتب بعدين يطول راتب لحد الآن ما نعطي راتب إحنا إن شاء الله نقل رسالتك هو مريض عنده ذبحة وعنده سكر طبعا تحياتنا إليك من قناة الأيام الفضائية وراح ننقل معاناتك بناء على توجيهات السيد المخرج وننقلها إليك للقناة وميسر خاطرك كله طيب وممنون الله يرضى عليك الله يسلمك الله يعزك استاذ ماجد بس سؤال بس انت عنوان او سلمت عنوانك انت يا عمر استاذ ماجد عندي اخوي هذا بالبسطيه الثانيه يعني خطيه اموره تعبانه هذا نطلع عندك كله بسطيات ايه عجال مشاهدين ابو شو اسمك؟ اخوي ابو ما طلع مو عنده هذا عنده مشترك في 16 خطيه رجله مقصوصه واموره تعبانه فد مره هاي هذا موجود؟ نقدر نسوي لك وياه؟ لا هو مو موجود بالبيت وايد كلبيه يعني عجال المشاهدين بس اسمع لي اخونا ابو مروه عنده واحد من اخوانه عنده شنبر ويقول رجله مقطومه مقصوصه يا سلام عندك تقارير ما تقارير لا بعد مقصوصه التقارير قبل الشهر قصينا هذا عشان الرجله بعد تقارير شنو بدون تقارير خير خطير اي زين من اللي قطع من رجله؟ مقعد هو بسكر ما بسكر هذا سكر سكر مقعد مقعد وهذا الشنبر مالته؟ هاي البسطيه مالته والبيع من اللي بيع له؟ لا الولد نباتي هاي يساعدونه ايضا هاي رساله موصله الى السيد امين العاصمه المحترم احنا اليوم بالعظميه يا ناسنا واهلنا براس الحواش ابو مروه يقول يابا انا عندي شنبر وقلنا له راح نوصل رسالتك كلمه للسيد السيد امين العاصمه هنا أنا ايضا عند اخوه مقطومه رجله قلت له يابا عندك تقارير بعد ما رجله مقطومه بعد تقارير قاعد ايجار واموره تعبانه اموره تعبانه وقاعد ايجار هاي الرساله راح نوصلها للسيد ايضا الامين العاصمه ان شاء الله ينظروا قضيتكم واحنا ايضا العنوان ما تقتل السيد المخرج واحنا قدام تحتاج شيء بعد واحنا بخدمتك تحياتنا قناه الفضاء الايام الفضائيه تعرفت من هي القناه؟ الايام قناه الايام الفضائيه ان شاء الله وشنو كانت بالعشره تعين علي اسمه موضوع صار لا تنسى عليكم السلام السلام شو بقى الوجه؟ الله تعالى الشمس قويه الزعل
يقول له بالشفقه شلون كتبنا العجيب. الله يسلمك الله يسلمك استاذ ابو مروه، راح نوصل رسالتك وشوفنا على قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، وتحياتنا للعائله الكريمه والكل اهلنا بالعظميه، تاج على راسنا يشرف. اسم بالخير عبد السلام ابو مهند. ابو مهند تهنانا ويا ابو ثاني بالعظميه، تحياتنا قديم بالعظميه يعني من العائله العظميه القديمه العظميه الاصليين. احنا كنا هنا بالعظميه، كان منو كان يمثل قبل بالهذا بالتسعينات؟ بالتسعينات والثمانينات والسبعينات. منو كان؟ لا تتذكر. بالسفينة. منو؟ قام مقام. كان ياسين العظمي. ياسين العظمي. العظمي. ويوسف عمار. الليث الله يرحمه ماتوا. وش اسمه الليث العظمي الله يرحمه؟ أبو نور. المنور. مو تعرف تذكره؟ كان راسم الجميلي. نور كانت هنا. راسم الجميلي. جميلي بالفرع هناك. بالفرع. وكان سامي قفطان الله يعطيه الصحة والعافية أبو رضا، وأيضا الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم تحياتنا لهم، كانوا هنا بالعظمية. أي بالفرع هناك. أيام جسد الله يسلمك. وأنت من زمان قديم هنا. الحمد لله. شنو الموظف ده؟ موظفي. وين الموظف؟ طلعت تقاعد بالوقف السني. تحياتنا طبعا الوقف السني اليوم طبعا لأخونا طلع تقاعد. إذا طلع تقاعد إيش عندك تفتر هنا؟ والله لا طبعا خل عندي مع الحلاقة. أنا ما شاء الله يعني حلاق قديم. حلاق قديم. تحياتنا طبعا إليك ولوقت السني وكل موظفينا والله يحفظهم إن شاء الله ويحط كل أراقنا. أبو من؟ أبو مهند. أبو مهند بس خلي وجهك خلي شو هذا. أبو مهند بس ساعة تفتح بس ساعة تعزل بالحلاقة. أجي الصبح بالعشرة وعزل بالوحدة الظهر. زين أنت بس المعامل يجونك لو؟ إي يجوني. إي زباين. لا كبار فدت باب. اي مكانك؟ مالت بكيكيه. كيكيه اي بس يجون لك يعني معاميلك. اي معاميل. واهل العظميه ناسنا واحبابنا. شو تحب تقول لقناه الايام اليوم سوينا لك لقاء ويا احبابنا؟ الله يحفظ عراقنا ان شاء الله. العراق وشعبنا. وشعبنا. اي والله. وان شاء الله ترجع سلامات. وان شاء الله سلامات. وبوسه هاي من قناه الايام الفضائيه. تحياتنا سلامة. تحياتنا بالسلامه. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، ما زلنا في رأس الحواش وبالعظمية ويا ناسنا وأهلنا وكل مناطقنا ببغداد، تاج على الرأس وكل محافظاتنا. نلتقي ويا الأخ طبعاً هنا الأخ أكيد يعني عنده معاناة ونقلنا معاناته، وهو حقيقة ما يملك كل شيء، وضع المادي كلش تعبان، الصحي تعبان. منزليا ما عنده يعني حتى يقول انا بات بشارع، وانتم راح تسمعونه. نتمنى من الساده المسؤولين اللي يشاهدوننا يعني ينتبهون لحالته. يعني الاسم بالخير. عبد الحسين خزعل. عبد الحسين خزعل. عبد الحسين ابو من؟ ما متزوج. ما متزوج. عايش ويا من؟ بالشارع والله والله جاتك ما عندي. ابوه ام شيء؟ كل شيء ميتين لي. كلهم ميتين؟ ايوه. يعني يتيم؟ يتيم يتيم يتيم. الحمد لله الحمد لله. وما له خلق مريض مو؟ صحتك تعبانة. لا وين تعال عبد الحسين وين تبات وين تقعد؟ بالشارع والله بالشارع. لا انت بالعظمية. والله بالشارع بالشارع. ايه حتى لا اريد ناخذ عنوانك والساده المسؤولين قالوا ابو ياسين هذا الشخص اللي شفته. انا جاي عليكم. احنا نجي يم هذول. هذا ابو الكرزات. ابو الكرزات ابو هذا وناخذ العنوان مالته. لو من يم استاذ رياض؟ يم سمير. يم سمير. انت شو تحب توصل رساله للناس؟ ما عندي والله كل شيء اقول له مريض واقع ما كل شيء محتاج رحمه الله. ما عندنا غير رحمه الله. بس احنا شو راح نسوي؟ هذا الحكي راح نجي طبعا مشاهدي قناه الايام الفضائيه اخونا استاذ عبد الحسين. عبد الحسين خزعل. عبد الحسين خزعل طبعا مثل ما تشوفون تشاهدون طبعا اخونا عبد الحسين خزعل وضع المادي كلش تعبان. والمنطقة قالوا بياسين يريدك تسوي وياه لقاء سوى لابد يعني السادة المسؤولين ينتبهون لحالته، السادة المسؤولين اللي موجودين اهلنا وناسنا طيبين بالعظمية، هو من العظمية هنا من بغداد من العاصمة الحبيبة من السيد محافظ بغداد يعني وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد طبعا وزير الصحة ينظل لحالته مشكور لأنه وضع المادي كلش تعبان، السيد المخرج قال خلينا نسوي له لقاء حتى الناس تشوفه.
ونتمنى من اهل العظمية ينتبهون له، لانه لا عنده مأوى، فراش ما عنده، اكل ما ياكل، وضع المادي تعبان. بشار عنه. بشار عنه. انه بيقول انا يتيم. انت مريض والله عايش بالمستشفيات، مريض. اذا اعزائي المشاهدين، مثل ما تشاهدون احنا برنامجنا ويا احبابنا ويا ناسنا، هو ايضا جزء من عائلتنا ومن اهلنا ومن ناسنا. مشكوره قناه الايام الفضائيه، اجرت لقاء وياه، نتمنى الساده المسؤولين ينظرون الى حالته. عبد الحسين خزعل يقول انا ترى يا ابو ياسين تعبان، وضعي تعبان. فالسيد المخرج والناس اللي موجودين قالوا يا بسوي له لقاء، هسه بلك الحكومه تشوفه، يعطونا فليسات، يعطونا بكان، يعطونا غرفه، يعطونا بكان، يعطونا يقول له تعال هذا بكان تعال نام بيه، تعال ابعد بيه، لانه لا متزوج، لا عنده اطفال، لا عنده اب، لا عنده ام، وهو يقول انا وحيد طايح واقع. وهاي عنده هسه ان شاء الله صحه وعافيه، وهاي راح نلقي رسالتك وما يصير خاطرك كله طيب، ونشوف السيد المدير العام مال القناه شو يقول لنا، والبرنامج راح يشوفوه الناس وسائل المسؤول، واحنا بخدمتك انت بعد، احنا دليناك وعرفناك من اللي قلنا لنا، ان شاء الله راح نجيك. الف تحيه اهل الكرم واهل العراقيين، اهل الكرم واهل العزوبيه واهل الملقى الحلو. فلذلك احنا بناء على توجيهات السيد المخرج سوينا لقاء وياه، ولا احنا طالعين طريقنا، لكن المنطقه اهل العظميه قال سوي له لقاء، لانه عسى ولا بد يعني السيد رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان ينظرون لحالتك. واحنا من يقولون يا ابو ياسين هذا الزلمه وين شفته؟ يقولون بالعظميه بفلان بكان، واحنا بخدمتك، وان شاء الله ولا اللقاء صار نجيك ان شاء الله، نتشرف بالسلامه. بعد يمه ابو محمد وتتدلل على راسنا، اهلا وسهلا. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، طبعا مثل ما تشاهدون وشوفنا راح نروح طبعا ونتوجه ونشوف الباقي الحلقه وبرنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه، ومستمر في العظميه وبراس الحواش. طبعا ما زلنا مستمرين وياكم في منطقه العظميه وبراس الحواش، وايضا نلتقي بالاخ، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو من؟ ابو نور. ابو نور شلونك؟ الله يحفظك. شلون الصحه؟ يعطيك الصحه والعافيه. شنو شغلك الله يحفظك شغلك؟ والله احذيه نسائيه وشالات. شالات واحذيه نسائيه، نعم. شلون الشغل مالك مع قيصريه؟ والله نحمد الله ونشكر على كل حال، بس حلو. شويه الامور يعني مو في القبل. يعني مو ذيك الحركه. شويه تعبانه. شويه تعبانه يعني، نعم. شوف انه جمهورنا الكريم مشاهدي قناه الايام الفضائيه مثل ما تشاهدون، ابو نور يقول طبعا يعني الاجواء صح ما شاء الله، محلات حلوه وراقيه وشاليات درجه اولى وماركات حلوه والناس تجي، لكن الحركه مو ذيك الحركه. يعني قبل يقول كانت الاوضاع احسن، هسه الاوضاع صار كم يوم شويه لا لا زين. الحركه عاده تصير عندكم بايام العيد مناسبات، هسه راح تبدا المدارس. اي هي تصير هسه بايام المواسم فقط، يعني بدايه المدارس، اعياد، رمضان تصير الحركه. بالنسبه لزياده الدولار اثر علينا حيل. هاي هنا اثر علينا زياده الدولار. طبعا اعزائي مشاهدين يعني القناه، طبعا مشاهدين قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، استاذ ابو نور طبعا والناس يقولون الدولار شويه اثر علينا، لان بزياده الدولار صعدت المواد، الناس ما راح تشتري، قبل كانت شوي رخيصه المواد، فالناس عليها شراء وطلب. صحيح، يعني اثر تاثير كلش كبير. اثر تاثير سلبي جدا جدا جدا، كل ورقه زادت 25000 دينار. 25000 يعني الحذاء زاد مثلا 3000 او 4000. المواد ما عنده ذيك الامكانيه. زين ابو اللبن زاد اللبن ربع دينار، هو شنو صعد؟ رحمه على امك. ابو المعجون صعد، ابو الخضروات صعد، الطماطه صعدت، شنو؟ كله شنو السالفه؟ رحمه على امك. على مود يصعد ربع دينار يزيد 1000 ونص. يعني زيادة معناته يعني زيادة ضعف. لا حتى هذا الباء أول البارحة شغلة صارت شغلة، الطماطم ب 500 صارت ب 2000. سبحان الله. يا رحمة على أمك. بلدي ايش هذا؟ تقول لي بلدي ايش؟ إذن إذن هسه احنا هاي رسالتك راح نوصلها للسادة المسؤولين، نعم. واللي يشاهدونا واللي يشوفونا اليوم، أنت تمر معاناة، حالك حال المحلات مو بس أنت. نعم. حالك حال الناس اللي موجودين. نعم. عادة الخميس والجمعة شوي أكو حركة. والله هسه صارت السبت والأحد. لأنه الخميس والجمعة صار كلش تعبان السوق. زين هاي وحدة عندكم مناسبات بالأعياد، من يصير العيد. نعم. العيد الأول، عيد صغير يعني عيد الفطر، عيد الاضحى. حركه بس مو في القبل. مو في القبل. يعني مو بشكل التسعينات 95 زين. ابو نور ابو نور ابو نور عاده لما تبدا المدارس تصير اكو حركه. تصير حركه بس هسه الناس تعبانه استاذي العزيز. العالم عندها اربع اطفال، خمس اطفال، كل بويتين ب 10000، هاي 50000. هو راتبه 300. صح. مين يجيب؟ زين اجار قاعد ب 250، قاعد ب 200. صح. مين يجيب هذا المسكين؟ اكو ناس متمكنه تشتري، اكو ناس يعني ما عندها، اكو ناس اكو عندهم دخل محدود. هذا صارت ورثه عليا. يعني انا اطلب من الحكومه، الله يوفقها ان شاء الله ويعطيها الصحه والعافيه، تصرف على البطاقه التموينيه.
كل عائلة ما عنده وظيفة، ما عنده تقاعد، يصرفوا له على البطاقة التموينية. إذن هذه رسالة من الأخ أبو نور، جمهورنا الكريم، مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، وإحنا نفتر بكل بغداد وكل مناطقنا وأيضا محافظاتنا العزيزة وكردستاننا الحبيبة والآسمة الحبيبة. اليوم الأخ أبو نور يقول إحنا عندنا معاناة يرثى لها، من ضمنها البطاقة التموينية اللي هي اللي تصير لو يصير بها زيادة من قبل الحكومة الله يحفظها ويخليها، والرجل يقول إحنا نحس بمعاناة، المعاناة اللي دي يحس بها لأن العوائل اللي تجي ظروفها المادية قسم من عدل أخوه مو كل رواتب زيادة لأن الرواتب مالتهم مو ذاك الدخل المحدود. ملاحظة ثانية هم هاي هم ملاحظة طلعنا بها، يجيك أبو الأجار أبو المحال، هو السوق تعبان، هو أجار أصلا غالي ويريد يصعد الأجار، هاي فوق ما فوق هي السوق تعبان اللي صعد الأجار عليك. إذن أصحاب الأملاك، إذن أصحاب الأملاك أستاذ حيدر أنا آسف، طبعاً أصحاب الأملاك والعمارات والعندهم محلات، الناس اللي قاعدة تأجر من عندهم يقولون قبل كان المردود المادي زين والناس تجدي وتشتري وعندنا رواتب ونطي، اليوم معناته ماكو. هسه احنا قاعد نفتر صارنا ساعتين، جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الأيام الفضائية، السيد المخرج قال لي أبو ياسين خلص الحركة يلا نصور، قلت له أستاذ مو ديش الحركة، والناس دنس عليه يقولون ماكو حركة أبو ياسين، الناس دنس على المحلات يقول ماكو ديش الرجل القوية. لذلك أخونا أبو المحل يقول إحنا فوق ما صعد الدولار أبو العمارة زيد علينا الأجار، يعني إذا كان الأجار ب700 صار بمليون، إذا كان ب500 صار ب750 زين، وماكو مردود مادي لأنه الناس ما قاعد تشتري على مود توفر عنده مصرف ويطيل. لذلك هاي رسالتك راح نوصلها للحكومة للسيد رئيس مجلس الوزراء، ونتمنى ينضرب حالتكم، يعني إحنا علينا نوصل رسالتكم من خلال قناة الأيام. لك واكو شغلة لخ، ملاحظة لخ، ملاحظة لخ، هاي نطلع عنا ملاحظة فدأ يعني تيجي الكهرباء المي ينقطع، تيجي المي الكهرباء يجي المي، يعني حي درجة. يقول ملاحظة للسيد وزير الكهرباء المحترم وأيضا جماعة المي الله يعطيهم العافية، يقول إذا جتنا الكهرباء انقطع المي وإذا أجانا المي انقطعت الكهرباء، يعني ما فيها بفد معاناة، يعني إحنا نتمنى هاي شغلة الكهرباء يمتى تنحل. اي والله تنحل ب2500 2500 شنو الديناصور خمدنا. اذا احنا شكرا لك، وايضا احنا خدمتك، احنا قناتك الله يحفظك يعطيك الصحه والعافيه، احنا وصلنا رسالتك للساده المسؤولين، اشكركم جدا جدا كل الله، وراح نشوف وراح نشوف اللقاء ان شاء الله مالتك بكل امانه، راح ننقل معاناتك وصوتك، يعطيك الصحه والعافيه، نشرف تاج راسي ابو نور الغالي، تحياتنا، مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، بعد الفاصل راح نواصل. رجعنا وياكم بعد الفاصل مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، اليوم بنصه لنا أهل الأعظمية وبراس الحواش، وأيضا شفنا الباعة المتجولين، شفنا الناس، شفنا هذا، سمعنا آرائهم ونوصل رسائلهم للحكومة للمسؤولين اللي شادون معاناة العراقيين في كل مناطق بغداد. يعني احنا رحنا لمدينة الصدر، رحنا للكاظمية، رحنا للأعظمية، للجادرية، للكرادة، ايضا رحنا للحرية، رحنا لكل مناطقنا ونزور ونفتر وشفنا الامور. ايش بالخير؟ مصعب. مصعب شلونك عمو؟ الحمد لله. انت هنا من الأعظمية؟ لا من الغزالية. من الغزالية، تحياتنا للغزالية والف الف تحية للغزالية، وايضا مصعب جابك هنا؟ والله على بيت جدي زيارة وهم سوق ورجع. طبعا البيت جدك هنا بالأعظمية؟ اي. شو تسوي قلت؟ دواء. ليش من عندك مليون؟ اخوي ان شاء الله صحه وسلامه ويا رب يقوم بالسلامه ان شاء الله، وتحياتي له من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. مصعب المدرسه اي نجحت؟ لا والله. ليش اجلت دور ثاني؟ يا صف سادس. ليش بتقول لي ليش؟ والعشره كلها سهله والناس ما شاء الله كلها نجحت. يا سهله صعبه. اذا السيد وزير التربيه المحترم
يقول مصعب يقول ترى الاسئله صعبه بس ما شاء الله نسبه نجاح السنه كل زينه ان شاء الله الله يوفق الجميع. وانت اجلت كلش لو لا؟ لا بس اثنين. آه يعني تنجح ان شاء الله؟ ان شاء الله. يعني مو السنه كلها؟ لا لا ان شاء الله. نتمنى من الساده المسؤولين في وزاره التربيه السيد معالي وزير التربيه المحترم خلي شويه يعني هاي الاسئله شويه لانه بها نوع من الصعوبه والطلاب يعني تعبت. ها مو صعوبه وانما انا اقول الطالب هو يعتمد على نفسه قرايه اكو طالب يقرا اكو طالب لا. لا انت شنو والله قصور مني يعني الصدف يعني مني. مصعب حكي الحكي الحقيقه يقول القصور من عندي واليوم الطالب هو يقدر يعلي مستوى دراسي او يهبط مستوى دراسي. فنتمنى ايضا من معالي وزير التربيه المحترم ساده المسؤولين القائمين على وزاره التربيه طبعا معاناه الطالب العراقي معاناه كل الصعبه نتمنى توصل رساله الطالب لمعالي الوزير يعني يا وزير التربيه يعني انت ابونا وانت يا بدي بالدقيقه شنو السالفه السياره شنو السالفه درسي انت؟ ايه يا درس يا درس تاريخ وجغرافيا تاريخ وجغرافيا تاريخ وجغرافيا الثاني عبال انجليزي كيمياء رياضيات لا ما طلعت يعني بالتاريخ انت لا لا والجغرافيا يعني التاريخ على المعارك والاشياء ولا هذا والجغرافيا الزرع والجبال ولا هاي ما شلون ما دبرته شو تسوي؟ ان شاء الله تنجح ان شاء الله. اذا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا مصعب ان شاء الله يقول ينجح ونجي نتبارك له من قناه الايام الفضائيه وهاي بوسه لك سلمك وتحيات البيت جدك وتحياتنا لاخوك يكون بالسلامه الله يسلمك وممنون من عندك. اذا اعزائي المشاهدين جينا لهذا المكان الحلو مرخصه الاخ مصعب. هذا المكان طبعا صاحبه عموري عمر نانا موجود لكن قال لي استاذ انا ما اريد اطلع باللقاء والسيد المخرج ايش قال؟ قال ابو ياسين ما طول ما يطلع باللقاء مع ذلك هم نسوي له لقاء. احنا نحترم راي المواطن. يعني اذا قال ما اريد اطلع نخليه على راسنا ونخليه تاج هنا. ما حب يطلع ولا اريد يطلع ويانا لكن احنا يعني شوف شلون شخصيه راقيه عمر وتخليه مص قلبك وفد ولد شاب محترم. قال استاذ انا ما اريد اطلع قلت له ولا يهمك ما تطلع ما تطلع لكن اريد نشوف البسطيه اللي شاب محترم وهو خريج يعني وين وزارة التربية وزارة التعليم العالي السادة المسؤولين خريج صار له 5 سنوات يمتى يتوظف والله ما ندري زين هو لما يتخرج وأبوه انتظره وتخرج وصار له 18 سنة وقضى الشهادة السيد معالي وزير التعليم العالي والسيد وزير التربية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء يمتى الطلاب ذولا من يتخرجون يفرحون بهم عوائلهم يمتى يتعينون اريدهم يتعينون يعني لان الحكومه انتم غير اهلنا رئيس الوزراء ابونا ورئيس الجمهوريه اخونا وايضا رئيس مجلس النواب ايضا اخو ابونا زين دول الطلاب تخرجوا ويريد يتعينون واحد صار له 12 سنه واحد صار له 5 سنوات واحد صار له 2 سنين فالعائله من ربت ابنهم وتخرج ابنهم يريد يتعينون لكن احنا شفنا بعض الحالات انه عائله عندها 4 خريجين هسه خلي يعينون فد 2 للسادة المسؤولين احنا نتمنى يعني ننقل معاناة الطلاب. هذا الطالب المحترم الراقي اللي هو عمر موجود بهاي الشمبري واللي هي براس الحواشب بالعظمية اهلنا وناسنا الطيبين كنا وياكم وبرنامج ويا احبابنا من قناة الايام الفضائية ومستمرين وياكم. الف تحية لهذا الرائع عمر قال لي يعني ما اقدر اطلع هو خريج خطيه لكن نتمنى توصل رسالته للسادة المسؤولين وايضا لحكومتنا وكل شعبنا تاج على الراس ونشكر منكم مستمرين وياكم بنص اهلنا وناسنا الطيبين بالعظميه. هذا وين عمر؟ هذا مخلي ماي هنا. يلا سلمونا عليه شباب سلمونا عليه وقول له رسالتك وصلت ونقلناها. قل له شربنا ماي يا بشكو خير ان شاء الله. شربنا الماء عين صار زاد وملح. جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ما زلنا مستمرين وياكم في منطقة العظمية وفي رأس الحواش وأيضا جينا طبعا اشتهينا قهوة الاسم بالخير محمد حمودي ممكن نصب لنا قهوة؟ اي والله بس مرة. طبعا هنا ما شاء الله هاي القهوة العربية مشهورين بها ما شاء الله كل زين من زمان انت في قهوه؟ اي نعم. شنو شغلك؟ بس قهوه وقهوه شنو حلوه مره ولا بس؟ حلوه مره وسط. كل زين وهاي بيش الفنجان؟ الف هواي بس ما شاء الله متروس احنا العراقيين معروفين بالكرم بالكرم اي صح والله اللهم ربي يحفظك ويحفظ عراقنا امين يا ربي.
اسمك محمد؟ محمد. محمد طالب متزوج ما متزوج؟ لا أعزب. أعزب. إن شاء الله يوم زواجك، وأيضا من قناة الأيام الفضائية نقول لك إن شاء الله يوم الزواج، وإن شاء الله من تريد تتزوج على مود نجي نفرح لك، وبلك الله تجيك هدية غرفة نوم. وايضا هديه بمناسبه زواجك، وايضا يعني اللي انت فنانه يبيع قهوه وشاب مثابر مخرج لا تارك تارك ياسف تارك سادس. سادس ما شاء الله. زين ليش سادس بعد ما بلش ظروف صارت؟ اذا جمهورنا الكريم يعني بالسادس اعدادي له علمي سادس ادبي، يعني انا من اتعب لي في السنه سنتين واخذ الشهاده، ولو تحدى لو اخذت الشهاده المشكله ما راح انسى نفسي كنت اتوظف. هذا التعين وهذا الاجواء الحلوه. مشاهدينا الاعزاء، اليوم احنا معاناة الطالب جمهورنا الكريم من خلال قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا. نتمنى الساده المسؤولين القائمين على الحكومه على راس الدوله انه معاناة الطالب، الطالب هو يعني ابنكم مو، واحنا الحكومه اهلنا. فشو نقول؟ نقول نتمنى من الحكومه، اولا من الله سبحانه وتعالى نتمنى انه الله يهدي الحكومه وتنتبه يعني وتركز على الطلاب اللي خريجين. يعني طالب ما كمل سادس، سادس ادبي مو شويه يعني، احنا مو نقول بالاول بالسادس ابتدائي لو بالاول لو باي مع اعتزاز وحبي هاي المراحل، لكن وصل للسادس يعني مرحله منتهيه وزينه مو سادس. سادس مو شويه، سادس بس وياي، بس وياي سيد المخرج يقول بس وياي صار حيدوري تومر يقول سيد المخرج بس وياي عين عليه عين عليه الله يخليك سياده المخرج. فالاستاذ محمد لو يهتم بعد شويه ويتعب شو نجيب له؟ احنا نجيب له هديه غرفه نوم منين؟ من قناه الايام الفضائيه. نجيب له هديه محترمه اذا الله سبحانه وتعالى هداه، وان شاء الله يهديه ويكمل السادس وينجح ويقول يابا تراني نجحت. ها احنا راح ذاك الوقت نفرح بيك ونقول لك كمل سنه سنتين امتحان خارجي مو؟ يعني ليش يا عمو يا حبيبي؟ هو سنه كمل ان شاء الله كمل وتقول لنا على ونعطيك عنواننا حتى نجيب لك هديه محترمه من قناه الايام الفضائيه، وانت تستحقها لان انت هسه شاب مثابر طموح صاحب رقي، انت محترم لانه انت تعيش بشرف بعزة نفس، انت تستاهل يعني حقيقه. واللي نال الشغل شلون يا حمود؟ يا عمو الحمد لله نعم. وينك ولا حشره من عندك؟ رزق بيد الله. لا لا امنت بالله، بس قصدي يعني امتى الحركه السريعه يعني؟ يعني الحركه تقريبا من 7 ل 9 هيك. ها بالليل وقت متاخره. عم ياكلون من الدليفري يعني ياكلون سفري لو ما ياكلون سفري؟ سفري ياكلون. سفري موجود ياخذون. ياخذون. وانت من يا ساعه يا ساعه تفتح؟ من 5 ل 2. 5 العصر؟ 2 بالليل. 2 بالليل، ما شاء الله. العلاقة طالعة؟ الحمد لله. الحمد لله، شوف إذا يعني مقتنع محمد صاحب هذا الشمبر الحلو والقهوة الحلوة والقهوة المرة مو بس القهوة الحلوة. يقول مقتنع برزقه، يفتح بالخمسة وإنه بيعزل بالثنتين بالليل، زين هاي اللي سويها؟ أنا أسويها. تسويها؟ بس ما شاء الله يعني. ألف عافية. اي أيوة والله كل زينه كل زينه كل زينه كل زينه. اصدقائك ما اصدقائك يمرون عليك؟ اي زين. بنت الحلال لقيته وانت بعدك يعني تنتظر على ما يصير؟ لو ما لقيت بعد ظروف شويه. لا ان شاء الله ان شاء الله الامور جايه والخير جاي، والله يحفظ شعبنا وناسنا ويحفظ شرائح مجتمعنا كله، وان شاء الله يحفظك ويحفظ على كم نفر بالبيت؟ 8. الله يحفظهم ان شاء الله، الوالد والوالده. الوالد والوالده واخواني. السيد الوالد شنو شغله؟ موظف. وين الموظف؟ بالفوسفات. ياو؟ بالفوسفات. فوسفات شنو؟ فوسفات يعني شركه وزاره الصناعه. وزاره الصناعه. وزاره؟ وزاره الف تحيه للفوسفات. الفوسفات؟ اي وزاره الصناعه. وزاره الصناعه والراتب على زين؟ الحمد لله نعم. وانتم شنو انت كبير مال ولدك؟ لا انا صغير. انت اصغر واحد؟ اي. اخوتك شو يشتغلون؟ عماله كسبه. اذا اريد رب ان شاء الله يحفظك ويعلي مقامك وصحه وسلامه للسيد الوالد. ويخلي خيمه عليكم مشاهدينا الاعزاء. السيد الوالد ابو محمد الله يكون بعونه، اولا موظف بوزاره الصناعه وهو وزوجته وانتم 8 اثنين بنا وفرات. محمد 7 وتطل مصاريف ابوك لامك؟ طبعا. مش يوميا لو اسبوعيا لو شهريا؟ كل يوم بيومه. كل يوم بيومه الحمد لله.
والمسوان من اللي يجيبه؟ سيد الوالد. الوالد سيد الوالد. ابو من هو؟ اخوك شبير شو اسمه؟ صباح. ابو صباح، احنا قناه الايام الفضائيه، من قناه الايام الفضائيه والبرنامج ويا احبابنا اجينا شفنا محمد بيع قهوه. الف تحيه لك لهاي التربيه، اللهم ربي يحفظك ويخليك خيمه عليهم، ونعم التربيه مؤدب واخلاق، ونتمنى يكمل السادس ان شاء الله وياخذها بجداره. احنا من قناه الايام الفضائيه نجي نزوره نشوف الشهاده حتى نطيفه هديه لزواجه على لسانه، لان احنا قناه الايام ان شاء الله قناه خير وبركه للمشاهدين والمحبين. واحنا يوميا بكان، يوم بالكاظميه جماعه يروحون للزوار للكاظم عليه السلام، يوم بالعماميه يجون هنا ما شاء الله الناس اللي يمشون زياره لل تكون مو زوار يجون يقولون تصير الحركه شويه حلوه الناس وهذا ما شاء الله. وايضا اهل الاعماميه الف تحيه للاعماميه وعلى راسنا، ونتشرف على الاستقبال الحلو والناس والملقى الحلو. يعني احنا من جينا لحد الان كله تفضل ابو ياسين، استريح ابو ياسين، هذا يجيب قهوه، هذا يجيب شاي، العراقيين اهل الكرم ما شاء الله. فالف تحيه لكم وللسيد الوالد وللعائله الكريمه، ويوم ان شاء الله التخرج يا محمد. واحنا من قناه الايام الفضائيه يا ابا خلصت هاي، يلا هاي بوسه، بوسه لك، واحنا ممنونين لك وخذينا من وقتك. لا عادي. شو تحب تقول لقناه الايام الفضائيه؟ اشكركم واشكر الرساله اللي راح توصلونها. تحياتنا لك وللسيد الوالد سلمنا عليه، وان شاء الله تفرحنا وتنجح. هسه لا تنسى، انا اذا تنسى قناه الايام راح تقول ابو حنيش جاي، انا عدد قول ابو حنيش استاذ ترى نجحت، انا وين اروح؟ جيب الشهاده، اطلع قبل القناه والهديه مال الزواج. واحنا على راسنا نخليك تو من عمر. اذا وصلنا الى مسك الختام مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. اليوم قناه كانت مميزه ورائعه، حاله حال كل القنوات، وايضا قصدي حاله حال اليوم الحلقه مميزه ورائعه. اليوم شنو؟ هاي الحلقه حال حال كل الحلقات المميزة. يعني سوينا حلقة بالكاظمية ما شاء الله، والتقينا بزوار الإمام الحسين زمار الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت أيام استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه، وشفنا زوار. اليوم جينا بالأعظمية ما شاء الله، وشفنا ناسنا طيبين، وأيضا التقينا بيهم وقلنا لهم مية تلة بيكم، وإحنا مستمرين وياكم تغطية خاصة للأعظمية وبراس الحواش، والتقينا بالناس وشفنا الناس وما شاء الله. يعني شفنا ايضا معاناه الطلاب، ونقلنا صوره معاناه الطلاب للساده المسؤولين، لانهم المسؤولين اهلنا وناسنا ونخليهم على راسنا. نتمنى هاي الحلقه نالت رضاكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. ان شاء الله عندنا لقاءات قادمه ان شاء الله، ايضا مع حلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا. افتر افتر ويانا، قول شكرا لقناه الايام. شكرا لقناه الايام. شكرا. اذا انتظرونا وحلقات قادمه من البرنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه. اخوكم ماجد ياسين، الى اللقاء. الى اللقاء. كسر لنا بعد شويه. الى اللقاء. الى اللقاء. هاي القهوه كافي. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا.